بعد الفتوى بيحط نقطتين كده ويقول الله أعلم. هنا الموقع، هنا الجملة دي، لأنني بحكم بغلبة الظن، فلعلي عندما غلب على ظني بأن التفسير الصحيح للنص الذي أخذت منه الدليل هو وفق هذه القواعد التي مارستها عقليا الآن، وقد يكون على غير ذلك، عظيم. فأقول الله أعلم، لأن الله فوق كل ذي علم عليم. ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو ما زال في دائرة الشريعة أيضا، حتى يعني أخطأ مراد الله عز وجل في تفسيره لهذا النص. الله يريد من هذه الشريعة كذا، فنحن نجتهد ونلتمس مراد الله عز وجل في هذا التفسير، فلعلنا نصيب فنستحق الأجرين، ولعلنا نخطئ المراد، لكن مقومات الاجتهاد موجودة فنؤجر على ما اجتهدنا. إن شاء الله الحلقة الجاية هتبقى استفتي قلبك، ده مهم جدا، وموقع القاعدة من محددات الأمن القومي، وهل أي حد يفتي وأي حد يستفتي، دي قصة كبيرة جدا، وده عنوان عريض جدا. لكن فاضل لي سؤال هذه الحلقة، جدل الآن حول الصكوك، صكوك الأضحية، والجدل وصل لدرجة أن البعض يستنكر فكرة الصكوك. الحقيقة يعني أنا عايزك يعني تطمئن الناس، لأن هذه الصكوك شرعية تماما. هو طبعا صدرت فيها فتاوى كثيرة، لا مهم، السنة دي الجدل شديد جدا يا مولانا، من أن الصكوك هي عبارة عن توكيل للمؤسسات المختلفة أو لفرد. كويس. يعني أنا بالضبط تماما زي ما بنقول لسيادتك خد الخروف بكام في السوق، فبتقول والله ب5000، طيب خد ال5000 أو خد اشتري لي خروف واذبحه ووزعه. فأنا وكلت فلان أو المؤسسة الفلانية في أن فلان أو المؤسسة أو الصندوق أو الجمعية الخيرية أيا كان، أيوة ده مهم، أن تنوب عني في أولا في شراء وفي ذبح وفي توزيع، وهي في كل ذلك بتتحقق من المواصفات الشرعية. كويس. لهذه الأضحية أو لهذا الشيء الذي ضحينا به، ما بين في 3 أنواع من محل الأضحية أو موضوع الأضحية، من الأنعام وفي الإبل وفي الأغنام. كويس. الأنعام يعني البقر والجاموس، والإبل الجمل يعني، وده الحقيقة الواحد يكفي 7. يعني 7 يشتركوا فيه، فممكن 7 يشتركوا فيه. أيوة. وبعدين الغنم ده فرد. يعني كل واحد عايز يضحي عن نفسه وعن الأسرة. كويس. فممكن يشتري الخروف يضحي به عن نفسه. كويس. أو الماعز اللي هو الجدي وهكذا. كويس. يعني يضحي به عن نفسه، عن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عندما ذبح الكبش الأول قال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. جميل. الأسرة يعني. ثم بعد ذلك قال اللهم إن هذا عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بنذبح الأضحية الخروف أو السبع في أو الربع أيا يعني كان بقى في حسب لكن هو الأدنى السبع، فبنذبحه عن نفسي وعن الأسرة التي أعولها. كويس. يعني ليس عن كل واحد سبع أو ليس عن كل واحد خروف. والحكم الشرعي أن الصكوك جائزة؟ لا مانع إطلاقا. لا مانع على الإطلاق؟ نعم بالعكس، نحن الآن في حاجة إلى الصكوك، في الحاجة إلى، لأننا أولا في بعض المناطق لا نستطيع أن نذبح، وفي بعض الأحوال لا نستطيع نحن أن احنا نباشر الذبح بأنفسنا. مظبوط. وبناء على ذلك وفي بعض الأحوال أصبح سعر الذبيحة ربما فوق طاقتك أنت عشان تجيبها لوحدك، يعني بصرف النظر عن الطاقة أو عدم الطاقة، لكن فيها تنظيم لكيفية التوزيع ومعرفة الفقراء أين في منطقة قد لا أعرف أين الفقراء فيها يرتبط بهذا.